من جهته قال القيادي في تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي في تصريح خاص لوان نيوز أن الإطار التنسيقي بصدد تشكيل الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. أعتقد أنه الإطار التنسيقي اليوم في قبالة أن يشكل كتلة أكبر برقم يعلو رقم الكتلة الصدرية، وبذلك قد ننتهي من حوارية من سيشكل الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، وبالتالي تكون هنالك تحالفات قبل انعقاد الجلسة الأولى لإنهاء هذا السيناريو، إن لم تكن هنالك إعادة أو عودة للتيار الصدري للإطار التنسيقي فبكل حادث حديث. وفق التوقيتات الدستورية لم يتبقى أكثر من أسبوع على نهاية قضية النتائج، إن لم يصار إلى قضية العدوى الفرز الشامل أعتقد النتائج سوف تعلن خلال مدة قريبة، وبالتالي ننتهي من حوارية وجدلية النتائج إن كانت حقيقية أو غير حقيقية، وبالتالي نذهب إلى حوار التحالفات والتكتلات. يعني بعد أن نرى نتيجة النتائج وقرار المحكمة سوف تكون هنالك حوارات ساخنة على الساحة السياسية للانتهاء من قضية التكتلات والتحالفات لتكوين الحكومة القادمة.